من خلقك؟ الله. من ربك؟ الله. لماذا خلقك الله؟ يا بدر. ما دينك؟ إسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما أول واجب على العبد؟ التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما نعبد حق إلا الله. ما معنى محمد رسول الله؟ ما نعبد حق إلا رسول الله. ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله. ما حكم التصوير ذوات الأرواح؟ حرام. ما تعريف العبادة؟ واسم الزعم كل ما يحب الله ربه. أين الله؟ في السماء. ما هل الله معنا؟ الله معنا بنا. ما تعريف الإسلام؟ والتسلم لله نعبدون أنا جال للطاعة وحرص من سن. هل دين الإسلام كامل أم يحتاج إلى تكميل؟ هو دين كامل. من أين يأخذ المسلم دينه؟ من القرآن والسنة عن الإسلام والصالح. ما عقيدتك؟ أنا سني سلفي. من أول الرسل إلى أهل الأرض؟ نوح عليه السلام. ومن آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الرسل إلى ماذا يدعون الناس؟ يدعون إلى بس الله وحده لا شريك له. ما تعريف التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة. كم أقسام التوحيد؟ ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما أعظم حسنة؟ توحيد الله عز وجل. وما أعظم سيئة؟ شرك بالله عز وجل. كم مراتب الدين؟ ثلاثة أمراض، الإسلام والإيمان والإحسان. كم أركان الإسلام؟ خمسة أركان، التؤمن بالله، شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإداء الصدقة، وصوم رمضان، هذا دين الصالحين سبيل. ما هو الإيمان؟ هو نقطة الإنسان، وإداء الجن، وأمن الزهراء، وزيد الطاعة، ونقص المعاصي. كم أركان الإيمان؟ خمسة أركان، ستة أركان. أن تؤمن بالله وملائكته وكل ورد ومعها وفكرت وعيد وصبر. ما تعريف الإحسان؟ أن تؤمن بالله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. ما حكم سب الله؟ هو كفر أكبر. ما حكم سب الرسول؟ هو كفر أكبر. ما حكم سب الدين؟ هو كفر أكبر. ما حكم الاستهزاء بالدين؟ هو كفر أكبر. ما جزاء المؤمنين يوم القيامة؟ الجنة. وما جزاء الكافرين يوم القيامة؟ النار. كم عدد الدور؟ ثلاثة، دار الدنيا ودار البر ودار الجنة. ما أول منازل الآخرة؟ القبر. ماذا تعتقد في عذاب القبر ونعيمه؟ أعتقد أنه حتى من كان له أهله.